أم فريدة محمد صالح الخزاعلة أم نسيم مرشحة مجلس محلي بلدية الحابل الجديدة، مع اللي نكمل الإنجاز عضو مجلس بلدي لدورتين سابقتين، وتم ترشيح للمرة الثالثة بناء على رغبة المجتمع المحلي. يهتم المجلس البلدي بالعديد من الجوانب، أهمها الجانب الخدمي والجانب التنموي. بالنسبة للجانب الخدمي، العمل على توفير الإنارة والعمل على تقديم خدمات النظافة بالإضافة إلى فتح وتعبيد الشوارع. بالنسبة للجانب التنموي، الاهتمام بالمجتمع والمؤسسات الأهلية والمحلية واستقطاب المنظمات والدورات التوعوية، وما ننسى أنه إرحاب يحتضن عدة مواقع أثرية ومن أهمها أقدم كنيسة كهفية في العالم. من واجبنا أنه نسلط الضوء عليها ونهتم فيها. إخواني وأهلي وعزوتي في بلدية الحاب، أناشدكم الثقة أختكم فريدة محمد صالح الخزاعلة أم نسيم، وأرجو التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 15/8.